السلام عليكم احلى متتبعات، اليوم ان شاء الله باذن الله كما كتشوفوا معنا غنحضروا واحد الكيك كيجي جد جد رائع رائع. كيك كلاصي بمكونات اللي هي بسيطه جدا. عندي كما كتشوفوا معايا في الصوره جوج بيضات بدرجه حراره المطبخ، وعندي واحد معلقه الكاكاو المر معلقه كبيره، وعندي كاس ديال الطحين، 7 المعالق ديال الزيت، 7 المعالق ديال الحليب، و7 المعالق سنيده اللي نسيت ما حطيتهمش مع المكونات، وجوج خمارات، ومعلقه صغيره ديال نسكافيه. خليكم معايا مع الطريقه اللي ساهله وجد جد مبسطه. كما كتشوفوا معايا اول حاجه نديرو نقولوا بسم الله، ناخذوا اي اناء نضربوا بيدينا، اولا ناخذوا شي مولينكس، تتبقى لكم على حسب الاختيار ديالكم. انا خديت هاد الاله هذه، درت فيها داك جوج بيضات ديالي، ونضيف لها كذلك 7 المعالق ديال السميده، ونطحنهم مزيان مزيان حتى يندمجوا ليا وحتى تذوب ليا داك السنيده اللي عندي وتعطيني واحد اللون اللي كيكون مايل للبياض. صافي، فهنا كنكون متاكد بلي السنيده ديالي راها دابت ليا وما بقاش الحبيبات ديال السنيده في الخليط ديالي. وهنا كنزيد لها داك 7 المعالق ديال الحليب و7 المعالق ديال الزيت كما كتشوفوا معايا في الصوره، وكذلك كنزيد لها ديك معلقه صغيره ديال القهوه. و القهوه كما كتشوفوا معايا راه سريعه الذوبان، وكنطحن كلشي في مولينكس. الناس اللي ما كتوفرش على المولينكس ممكن انكم ديروها غير بالطراب اليدوي، راه كطلع حتى هي زوينه وسهله. صافي، في هذه الاثناء هذه كيولي لينا هذا هو الخليط ديالنا. كنجيب واحد الاناء كنفرغ فيه هذاك الخليط باش كنضيف ليه النواشف. صافي، في هذه الاثناء ان شاء الله باذن الله كما كتشوفوا معايا نجيب غربال اولا الصفايه ديالي، ونضيف هذوك الكاس ديال الدقيق، وكذلك هذيك المعلقه الكاكاو، وكذلك ما نساوش هذوك جوج خمارات نحطهم فوق هذاك الدقيق وهذاك الكاكاو باش هكا كيعطينا واحد الكيك اللي كتكون اسفنجيه. صافي، كنضيف هذيك الكميه ديال الخماره اللي عندي كما قلت لكم جوج خمارات، وهاد الحبيبات اللي كيبقى ليا الفوق راه كنحاول ما امكن انني نضغط عليهم باش يهبطوا ليا. انا عطيتكم الكميه نيشان، وممكن عاوتاني على حسب الطحين كيختلف ممكن ديروا اقل او لا اكثر. صافي، خلطت المكونات ديالي بهذه الطريقه هذه في هذه الاثناء هذه، من بعد ما كنخلطها مزيان في نفس الاتجاه وكيعطينا واحد الخليط اللي هو متجانس كما كتشوفوا معايا في الصوره. ومن الاحسن انكم تستعملوا الكاكاو المر اللي كيكون اللون ديالو داكن كيجي زوين في هذه الوصفه هذه. شدي الطاوة ديالي لا تدخلها الفران، دهنتها بالزبدة والطحين كما كتشوفوا معايا. السمك تيبقى ديال الطاوة على حسب الاختيار ديالكم، واش بغيتوا الكيك تجيكم عالية ولا تجيكم رقيقة ماشي مشكل. صافي، فهنايا كيكون الفران ديالي راه سخون، كندخل على 180 درجة. وبالنسبة للناس اللي عندهم الكاس كنشعل عليها من تحت عاد من الفوق. هنا الطبقة الثانية عندي فيها معلقة كبيرة الكاكاو، معلقة كبيرة ديال القهوة سريعة الذوبان، وعندي كذلك واحد المعلقه كبيره ديال السنيده، وعندي هنايا كاس القشده الطريه ممكن ديروا غير واحد جوج دانون مسوس اولا جوج بيغلي، وعندي هنايا واحد 16 قطعه ديال البسكوي، وعندي هنا فلون كراميل ونصف لتر الحليب. وكما كتشوفوا معايا هاد الوقيته هذه الكيك ديالنا كتكون تطيب في الفران، كنشد هذاك نصف لتر ديال الحليب كنضيف له هذيك الساشي ديال نضيف له سنيده، وكذلك الساشي ديال الفلون ديالنا. سنيده كتبقى على حسب الاختيار، ممكن ديروا معلقه كبيره وممكن ديروا جوج اولا ثلاثه على حسب الحلاوه نتوما اللي كتفضلوا. انا كنحاول ما امكن انني نقص في الحلاوه، على داكشي درت غير معلقه واحده كبيره راه كافيه مع البسكوي، وكذلك مع طبقه الكيك راه كتجي هي هذيك. صافي، كنخلطها مزيان مزيان كما كتشوفوا، كنديرها فوق البوطه، وهي الكيك ديالي خرجتها من الفران واجده معنا، كتجي جد رائعه كما كتشوفوا معايا. كندير واحد نص كاس ديال نسكافيه، كتكون الكيكه عندي سخونه وكتكون ديك نسكافيه عندي بارده، وكنسقيها مزيان مزيان بداك القهوه. ممكن اننا نسقيوها بالحليب الا بغينا، ولكن مادام دايرين القهوه الكيكه بالقهوه نكملوا على نفس التام باش عطينا واحد المذاق اللي جد رائع للمحبين الناس اللي كيعجبهم القهوه بزاف. صافي، فهاد الاثناء هذه من بعد ما سقيتها كما كتشوفوا معايا راه كتجي زوينه واسفنجي ورطبه رطبه رطبه مزيان. هنايا نشد واحد السخل نحطو على هذيك الكيك ديالي، السخل اللي نشدو باش يجينا الحجم ديالها مزير. صافي، كندير ليها الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا في الصوره،
ومن بعد ما الفلون ديالي فاض ليا، هنا خديت المولينكس ضفت في هذيك كميه البسكويت، ديك المعلقه كبيره ديال الكاكاو، كذلك معلقه كبيره ديال النسكافيه اولا ساشي ديال درهم ديال النسكافيه. وكذلك في هذه الاثناء هذه كنضيف ليها ديك القشطه الطريه، كاس ديال القشطه الطريه، اللي ما عندوش ممكن يعوضها كما قلت لكم بطانون. وهنايا من بعد ما فاض ليا هذاك الفلون ديالي عادي فوق البوطه، راكم عارفين الطريقه راهي جد جد سهله، تحطوا على البوطه وتتحاولوا انه ما تخليوش يتحرق، كنكبوا على هذاك الخليط وكنطحن كل شيء في مولينكس حتى كينسجم ليا، وكيعطيني واحد الخليط اللي كيكون موحد وكيكون زوين والمذاق ديالو جد جد رائع. هنا كنبقى نصبوا على الكيك ديالي، كيكون مازال هو سخون، واخا كتشربوا الكيك ديالي راه كتجي زوينه. المهم كنبقى غاده بهذه الطريقه هذه حتى كنصبوا على الكيك ديالنا كامله، حتى كتبان لينا الكيك ديالنا راه تغطات لينا بهذاك بهذاك الخليط، وراه كتجي زوينه وكتجي جد مشبعه وكتجي رائعه رائعه رائعه. جربوها وما تندموش عليها. صافي في هذه الاثناء هذه انا ندير لها واحد تزيين بسيط، خديت هنايا واحد البسكوي بقيت كنفرتوه هكا من فوقها كما كتشوفوا معايا في الصوره، كنفرتو بهذه الطريقه هذه بسكوي عادي، بسكوي صابلي ولا المهم كيبقى لكم اختيار زين على حسب نتوما متوفر لكم، ممكن ديروا لوسكوم كاسي، ممكن ديروا اي حاجه الفيتي، خليني اي حاجه. انا خديت هاد الصابلي ودرت هنايا تزيين لاصوص شوكولا، الشوكولا لاصوص اللي تنستعمل معكم دائما في الوصفات ديالي، صوص شوكولا بدون شوكولا، راه تلقاوها في القناه ديالي، الناس اللي بغات تاخذ فكره عليها اولا ديرها، راه كتنفع بزاف د الحوايج. صافي تزينت بها هكا كذلك من الفوق، وان شاء الله في هاد الاثناء من بعد ما ساليت التزيين هذا ان نشدها ان شاء الله نقدر نكتفي بها التزيين، اولا ممكن انني نزيد واحد لي بيبي د شوكولا باش يعطيني واحد لا كوستيون، كيبقى لكم الاختيار تام على حسب داكشي اللي كيكون متوفر لكم في الدار. انايا هنا زدت واحد لي بيبي د شوكولا، ديك لي بيبيت اللي كيكونوا ديال الكوكيز ولا المهم. فهاد الاثناء من بعد ما كنسالي كندخلها للثلاجه مده ديال ساعتين ولا ثلاثه السوايع، كل ما بقات في الثلاجه كل ما كتشرب هذاك الخليط وكل ما كتجي جد جد رائعه، كتجي كريميه وزوينه زوينه زوينه بزاف. نتمنىكم انكم تجربوها وما تنساونيش من لي جيم ولي كومونتير واللي كتحفزني وكتخليني انني نعطي اكثر واكثر واكثر. المهم نقطع معكم باش تشوفوا من الداخل كيفاش كتجي معلكه وزوينه وكتجي رائعه، والمذاق ديالها كيجي كريمي جد جد كريمي. هذه كتجي كيك على شكل ديسير، ممكن انكم تقدموها لعائلاتكم ولحبابكم وكل شيء، ومرحبا بكم والف مرحبا في القناه ديالي.